مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم الأطباء. في هذه الحلقة سنتعرف على عضو مهم جدا في جسم الإنسان، وطبعا العضو هو أحد أكبر أعضاء جسم الإنسان المختلفة. بالطبع وظيفة هذا العضو هو حماية الجسم من الجراثيم، ويعد الجلد من الخطوط الدفاعية الأولى لحماية الجسم من الجراثيم، إضافة إلى خواصه الفيزيائية التي يتمتع بها الجلد في أن يجعل الجسم مقاوما تماما للبلل، وأيضا إلى خاصيته الكبيرة في منع نفاذ السوائل المختلفة التي تغمر جسم الإنسان. في هذه الحلقة سنتعرف على طبعا خواص هذا الجلد، بعض الأمراض الشائعة التي ربما قد تصيب هذا الجلد، إضافة إلى كيفية الحفاظ والتمتع ببشرة وجلد ناعم وصحي. كونوا معي في هذه الحلقة. تلك الأمراض الشائعة التي قد تصيب هذا العضو المهم جدا في جسم الإنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتورة إسراء زامل، أخصائية في الأمراض الجلدية والتجميل، حائزة على شهادة بورد السوري في طب الجلد. يسرني في هذه المناسبة أن أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، أحله الله على بلادنا وعلى بلادكم باليمن والبركة. أود في هذه الإطلالة أن أسلط الضوء على بعض الإجراءات العلاجية والتجميلية التي نجريها في عيادة الجلد والتجميل، حيث يتوفر لدينا العديد من الأجهزة الليزر الحديثة لعلاج الندبات التالية للعمليات الجراحية، وندبات حب الشباب، وندبات التالية للحروق، بالإضافة لعلاج آفات فرط التصبغ التالية للالتهاب، أما والتي المشاهدة في الحمل، الكلف، والكلف المشاهد في تناول بعض الأدوية كمانعات الحمل الفموية، وأيضا أجهزة الليزر التي تستخدم لإزالة الشعر في المناطق غير المرغوب فيها. ويتوفر لدينا أيضا جهاز الديرمابين، وهو جهاز مزود برأس متعدد الإبر يخترق البشرة بدرجات متفاوتة، فيعمل على إعادة حيوية ونضارة البشرة، وكما يساعد في إخفاء الندبات. بالإضافة إلى تقنيات الحقن العديدة والمتنوعة كحقن البوتوكس والمواد المالئة التي تساعد على شد التجاعيد وإخفاء علامات التقدم من العمر، وإعطاء الوجه منظر أكثر شباب وحيوية، إضافة إلى حقن البلازما وهو إجراء مخبري حيث يتم سحب عينة من الدم، ويتم سحب الماء والعناصر والفيتامينات الرئيسية، كما ويتم سحب الصفيحات الضرورية لإعادة حيوية البشرة. من المشاكل الشائعة في الأمراض الجلدية هي فرط التصبغ والكلف، وتعاني منها جميع السيدات أو أغلب السيدات ذوي البشرة السمراء، ويتم علاجها بالعلاج الموضعي، الكريمات المبيضة بأنواعها وبكثرة مسمياتها كالأسكوربيك أسيد أو الريتينويدات أو هي الهيدروكينون، والمقشرات كالهيالورونيك أسيد وغيرها، كأحماض الفواكه وحمض الخل،
ايضا مؤازره للعلاج الموضعي نستخدم السي او 2 فراكشن ليزر، وهو عباره عن جهاز مزود بمنبع ضوئي يصدر ضوء بطول موجه يخترق الجلد باعماق بدرجات متفاوته، فيعمل على تحفيز الكولاجين الادمي واعاده توزيع الميلانين في المنطقه المراد علاجها، فنحصل على بشره اكثر صفاء ونضاره. ومؤازرة للليزر يتم حقن البلازما وتقنية الميزوثيرابي، وهو مادة مختص في علاج التصبغات، والميزو وايتنينج الذي يحوي على مادة الجلوتاثيون، وهي مادة يتم حقنها في البشرة ويثبت الميلانين في المنطقة المراد علاجها. كما يتطلب خلال العلاج الوقاية من أشعة الشمس خلال فترة المعالجة للحصول على نتائج ممتازة. قد يحتاج الإجراء إلى عدة جلسات من شهر إلى 3 جلسات، وذلك حسب الحاجة، بفاصل شهر إلى شهر ونصف بين الجلسات حتى الحصول على النتيجة المرادة والمرجوة. نواجه الكثير من التساؤلات التي تتعلق باستخدام العديد من الخلاطات المبيضة التي تستخدم للجسم واليدين قبل الحفلات خاصة بدون استشارة طبية، وهي مجهولة التركيب، حيث ننصح بعدم استخدام أي خلطات غير معروفة التركيب ومجهولة الكريم الموضوع فيها لتجنب حدوث تلف في البشرة، واستخدام المنتجات المبيضة الطبية التي تحتاج إلى كورس علاجي بمدة زمنية طويلة مع المواظبة على العلاج. أيضا من الكثير من التساؤلات عن كيفية الوقاية من التجاعيد المبكرة وترهد البشرة المبكر، ننصح بتقليل التعرض للشمس بقدر الإمكان واستخدام الواقيات الشمسية عند الحاجة، والإكثار من المرطبات واستخدام الفيتامين سي والفيتامين إي والهيالورونيك أسيد بشكل يومي، واعتماد نظام غذائي صحي غني بالخضروات التي تساعد على زيادة حيوية ونضارة البشرة. شكرا لحسن استماعكم، أتمنى لكم دوام الصحة والعافية.